السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم مشاهدينا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل أصحابه أجمعين. اليوم المشاهدين جبنا لكم إن شاء الله بإذن الله المحنشات اللي غنحضروا اليوم، كنحتاجوا لهم إن شاء الله. بالنسبة للحشوة كنحتاجوا الخضار، عندي هنايا الفلفلة الخضراء وعندي هنايا الحمراء، الفلفلة الحمراء، وعندي القرجيت أو قرعة خضراء، وعندي هنايا الخزو والبصلة، وعندي هنايا الربيع، وعندي الزيت، شويه ديال الزيت، وعندي هنايا العطريه. بالنسبه للعطريه عندي تحميره، وعندي الملح والابزار، اسكنجبير، الخرقوم، وشويه ديال الكمون والملح طبعا، والطونه البنات، العلبه ديال الطون كما كتشوفوا غنديروه مع الحشوه. بسم الله نبداو على بركه الله، نجمعوا الحشوه ديالنا. هي الاولى نهزوا داك الزيت ديال الطون، هي اللي الزيت ديال الطون البنات هي اللي درت، اللي غنحتاج لهاد الحشوه. غنخليها دا من بعد، غنجيبوا التوابل ديالنا. بسم الله كبوهم، نجيبوا الربيع، كبوا العناصر ديالنا كاملين، نخلطوهم كما كتشوفوا، نزيدوا شويه ديال الزيت، شويه، نجيبوا هاد العناصر كاملين نخلطوهم كما كتشوفوا، غنوضعوهم فوق النار حتى يتقلاو، عاد غادي نزيدو داك الطون نتوما كما كتشوفوا، غنديرو فوق النار ونرجعوا للعجينه. بالنسبه لهاد العجينه ديال هاد بالنسبه للعجينه ديال المحنشه البنات، كما كتشوفوا عندي هنايا ربعه الكيسان ديال العنبه عامرين، وعندي هنايا كاس عامر ديال الفينو صفر من نوع الممتاز كما كتشوفوا. كنحتاجوا ليها العشق ديال الملح، الملح على حسب الذوق كما كتشوفوا، وكنحتاجوا ليها جوج عواشق ديال الزيت، وعندي هنايا العشق عامر ديال الخل، هنايا عشق كبيرة ديال السكر سنيدة. غنجيبو الماء نخلطو العجين ديالنا. بسم الله نبداو نجمعو العجينة ديالنا بالماء. بسم الله، ها الماء بارد البنات، بغيتو تدفيه دفو، ما بغيتوش بلاش، بغيتو ديرو الما ديال الروبيني، مفيش الخميرة بحال الشكل ديال المسمن، لو بغيتو تلوحو شوية ديال الخميرة لوحوها. بسم الله نجمعو هاد العجينة ديالنا، نجمعو العجينة ديالنا. سمحوا لي البنات الا تعطلت عليكم، الظروف هي اللي ما ساعدتنيش، عيانة شوية شي علاش تعطلت عليكم، ان شاء الله من هنا القدام نلوح لكم الفيديوهات مختلفين عفوا. شي علاش البنات مشيت من رمضان ما راح حتى حاجه، هكا تعرفوا العيد والعائله والعياد ديال رمضان، ربي يسمح لك ترجع. قوا البنات على الطريقه، تنعجنوا العجينه ديالنا مزيان، هي العجينة ديالنا البنات بدات كتجمع، بقيت دلك مزيان، ملي كدلكوها مزيان نوضعوها في البلاستيكة باش تزيد تدلك ونتلاقاو. حنا درناها في البلاستيكة
حيدوها على جنب وغنرجعوا نحركوا ديك الحشوه ديالنا. ندير الحشوه ديالنا لما بدات كتقلى خليتها حتى عجنت، بدات كتقلى وانا كنعجن العجينه ديالنا. نخلطوا هاد الخضر كامله تستجب جميليه مع مع بعضياتها عفوا. بقاو على هاد الطريقه حتى تشحر ليا الخضر. شتي هاد اللون ديال الخضر الدريات الدراري كما كتشوفوا المشاهدين، بالنسبه للدراري الصغار هاد الطريقه اللي كياكلوا لنا بها الخضره بحالكم ما كيعيقوش بها. واللي موفر عنده الفرماج حمر، الفرماج حمر كيجي فيها حتى هو ممتاز. ما موفرش عندي ما بقاش ليا الوقت باش نمشي نجيبو. صافي غنديرها في الطوم وديروا الكفته، كل واحد يدير داكشي اللي موفر عنده. كيجي ريحه الطون كيجي فيه ممتاز البنات. بقاو على هاد الطريقه تتشحر ليا الخضر ديالي مزيان. ونضيف دابا نضيف هاد الطون اللي طبعا حليتو زيتو وحليتو. نديرو اللي ما كياكلش الطون يدير الكفته. او على هاد الطريقه تتنشف ليا الحشوه باش ما تقطعش ليا الورقه كما كتشوفوا بحال هاد الشكل. ليكم ديروا الهريسه، انا الحرور ما انا كناكلو، كاين اللي ما كياكلش، راجلي ما كياكلش الحرور وما ضفتوش حتى الحرور. البنات اللي كياكل الحرور كيجي فيه الحرور زوين. صافي البنات بعد ما نشفات ليا الحشوه ديالي كما كتشوفوا حتى ما كيبقاش فيها الماء، صافي كنطفي عليها نحيدها على جنب باش تبرد ليا ونرجع نقطع معاكم العجينه. المشاهدين بعد ما خليت العجينه ديالي تتلقات تسنى نحيدو ليها البلاستيكه نجيو نقطعوها. هي العجينه ديالي تلقات مزيان تدلكيتها بوحدها. العجينه ديالي طرخات تبارك الله، نجمعوها ما فيها لا خميره لا والو. وضعتها في البلاستيكه حتى ولات مدلوكه بوحدها. قطعوها على هذا الحجم قطعهم كاملين. تقدى وحده المشاهدين بعد ما قطعناهم كاملين نخليوهم شويه يطلقوا ونجيو نورقوهم. بسم الله المشاهدين بعد ما تلقات ليا العجينه ديالي الطرخات قطعتها درت ليها البلاستيكه تطلقات. بسم الله نبداو وحيده نورقوا بحال بحال المسمن كما كنورقوا مسمن. ورقوا مزيان بعد ما كنورقوها مزيان كتجي الفطائره ولا سميتو زوينه كتورق من الداخل. المسمنه ديالنا كتورق من الداخل. كنورقوها نجيبو شويه ديال الزبده ندهنوها بحال بقايا كنطويوها بحال الشكل ديال المسمنه.
حطوها، نجيبوا واحده اخرى. نوقفوها مزيان البنات كما قلت لكم، ملي كنورقوها كنجيبوا الزبده بحال الشكل ديال المسمن. غتبعوا معايا وتعرفوا الطريقه. نجيبوا هذيك نوضعوها وسط هذه، نطلعوا عليها نديروا وسط وحده وسط وحده باش تجي لنا المحينشات ديالنا مورقين. العجينة ديالتي تطلقات ليا بزاف رطبه، كنت معطله في الميكه شي ساعه تقريبا، نص ساعه ونص خليت عجنتها وخليتها في البلاستيكه تتلكات بوحدها ترخات. على هذا الشكل نورقوا هذه حتى هيايا بحال الشكل ديال المسمنه البنات تماما. ديروا وحده في وسط وحده باش ملي كتكون الورقه بحال هكا وحده في وسط وحده كتجي مورقه. بقاو على هذه الطريقه، تنكمل هذه الحبات اللي عندي ونتلاقاو. حنا بعد ما لويناهم كاملين البنات، عفوا ورقناهم ولويناهم كما كتشوفوا، رجعنا ليهم خليناهم تترخاو شويه، نرجعوا نورقوها ثاني مره. ورقوها مزيان البنات كما كتشوفوا، نجيبو ونص نقطعهم نبدا من هنا. نجيبو الحشوة ديالنا نحاولوا نقادوها هكا بصبيعتنا في الوسط كما كتشوفوا. او كما قلت لكم على هذه الطريقه تنقادوها كامله، كنجمعوها بحال هكايا نحاولوا نجمعوها كما كتشوفوا. نجيبو الجهة الأخرى باش ما تحلش لينا.
نقلبوها على الجهه التحتاني باش ما تحلش لينا تدخل هنا الحشوه. نبداو نجمعو كنجيبو هاد الاخراني كنديرو لتحت نحطوه نقطعو وحده اخرى نجيبو الحشوه ديالنا نحاولو ديما نديروها في الوسط نسدو عليها بحال هكا نحاولوا نسدوها كما كتشوفوا نجيبوا الجهه الاخرى باش تسد لينا ما تخرجش لينا الحشوه تحاولوا تقلبوها على الجهه الاخرى كما قلت لكم ملي كتقلبوها تحاولوا تقادوها تبداو دوروها بحال هكايا ديما هذا كنديروه من التحت كما قلت لكم على هذا الشكل باش ما تحلش لينا نبقاو على هذه الطريقه حتى نكملوا هذه الكميه اللي عندنا ونتلاقاو. حنا المشاهدين بعد ما لويناهم كاملين في اللاطه ديالنا كنجيبوا بيضه كنكبوا فيها شويه ديال الخل باش تحيد ديك الزفوريه ديالها كنضربوها كنجيبوا الشيته والفرشيط كندهنوهم من اللوجه باش يتحمروا لينا الفران كنديرو كامل نديرو ليهم البيض كما كتشوفو نديرو كامل كل الوجه هما دهناهم كاملين كما كتشوفوا كنجيبوا الزنجلان كندير الزنجلان من فوق منه كل واحد اش كيعجبو عجبكم ديروا الزنجلان ما عجبكمش ما ديروش تجيبوهم زوين ندعوهم في الفرن نتلاقاو ملي يطيبوا ان شاء الله باذن الله شوفوا الشكل النهائي ديال المحينشة ديالنا. حنا المشاهدين بعد ما خرجناهم من الفرن كيفاش كتشوفوا كيجيو ممتازين البنات باقيين سخان هما كيتحمروا من التحت ومن الفوق كيجيو ممتازين. انا البنات وصلت للنهايه ديال الفيديو ديال اليوم ها الشكل النهائي ديال المحينشة ديالنا كيفاش كيكونوا كيجيو ممتازين البنات كيجيو محمرين من الفوق ومن التحت كما كتشوفوا كيجيو ممتازين وهشيشين بالداك الخل كيجيو مورقين من الداخل كما كتشوفوا نحل لكم شي وحده باش تشوفوها كيفاش كيكونوا البنات كيجيو مورقين من الداخل ما كيتعجنوا حتى حاجه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم
وكنشكركم على المتابعه ديالكم وعلى التعليقات الزوينه اللي كتخليو ليا البنات في حقي، كنشكركم بزاف بزاف. وبسلام عليكم، ما تنساونيش باللايك وتفعيل الجرس باش ديما توصلوا بالجديد. وبسلام عليكم الفيديو القادم ان شاء الله.